حلقة جديدة بطاقة عالية وآمال وطموح ما راح تخلص حتى حصد اللقب. الكل عينهم على الجائزة والكل متحمس ينطي أكثر ما عنده، وحلقة عن حلقة جاي تشتد صعوبة التحديات. الكل حاس شاشينا قبل سنونه. الزنقر كان عال العال والتقييم ممتاز من قبل الحكام، وكانوا راضين على أداء المتسابقين. الكل مستعد وجاهز، خليكم ويانا وخلي نشوف منو سيء الحظ اللي راح يغادرنا. التوفيق حليف الكل والمتعة لكل متابعينا. مشاهدة ممتعة. شيفات، راح أدز على المشتركين. نعم. استدعيهم. اليوم عندنا بوبيت لحم ودجاج وحساء، طبعا راح يكون حسب اوكي القرعه اللي يسحبوها هم، قرعه يعني يطلع له لو لحم لو دجاج ورقم الطاوله ويوقف على رقم الطاوله. اوكي ماشي. اوكي مشتركين، تفضلوا مصنع مشروع شيف. اليوم الاختبار عندكم بوبيت لحم وبوبيت دجاج، إضافة إلى نوع حساء أو شوربة من اختياركم. لازم يكون الاختيار صحيح ومتناسب مع الوقت. الوقت اللي راح يكون عندكم 50 دقيقة. ال50 دقيقة هاي مطلوب فقط منكم حساء أو شوربة وبوبيت، أما لحم أما دجاج حسب القرار راح تطلع لكم. راح اسوي هسه السحبه، كل واحد يجي يشوف شنو اللي يطلع له، نشوفه ويتوجه لطاولته. ستيفن، خليك على الكاميرا. شوفك بوبيت لحم طاوله رقم 7. سماح، تفضل. بوبيت لحم طاولة رقم 3. مريم، بوبيت لحم طاولة رقم 5. تفضل هاي الورقة. طاولة رقم 5. مصطفى، بوبيت دجاج طاولة رقم 4. حيدر، بوبيت لحم طاولة رقم 1. نور، بوبيت دجاج طاولة رقم 6. هاتش الورقة وياك، خذيها نور. لحم طلعها. أحمد، بوبيت دجاج طاولة رقم 2. مرحبا شباب،
عرفت الطبق الرئيسي هو احد الاطباق المهمه بمطبخنا هو البوبيت فو. كلكم راح تشتغلون بوبيت فو بين الدجاج وبين اللحم. لكن هناك شيء رئيسي مهم هو الحساء او الشوربه. مثل ما راح تكون اكو درجه تقييم على الطبق، ايضا راح تكون درجه تقييم على الحساء والشوربه. فالمطلوب عندكم الانتباه اللي راح تطلعوه. اوكي، اترك المجال للشيف عرفان يتحدث. شكرا شيف. الموضوع هو لازم ننتبه انه هو مو سهل. عندنا مرحلتين بيه، اللي هو مرحله صناعه البوبيت وبعدين مرحله السلق مالته اللي راح نشتغله، وغير مراحل يعني لازم نهتم بكل مراحل دراسه الطهي مالته. الحساء شلون راح نستغله بالكم تذكروا المحاضرات اللي اشتغلنا بها الصلصات الام، ومين ناخذ هذا وشنو عندنا الحار والبارد، لازم تستغلوا عليها بشكل صحيح. انتظر منكم تحسسوني ما قدمته لكم يعني جاب ثماره. اوكي، يلا بالتوفيق ان شاء الله يا رب. شباب عندكم 50 دقيقة من بعد ما أبدي أعطيكم إشارة البدء. السرعة والدقة والتركيز مطلوب. أوكي؟ أوكي؟ تفضلوا. وين الفلفل بالبوبيت؟ ماكو، قديش سندويش ما قلت له صح؟ غير اشتغلناك. هسه انت تريد تحكي صدق لو واحد انت ابوك واحد يحكي لك صدق؟ لا صح، هسه اقول لهم رجعوا الموسم الاول وعمر بدران سوا بوبيت صح. بالنسبة للبوبيت التقليدي ما حبيت أضيف أي إضافة من عندي، اللي هو بحشوة فلفل ألوان وجبنة شيدر بس، وكان طالع لي بوبيت باللحم. أكو هي خيارين، كان يا دجاج يا لحم. اللحم على أساس أنه صعب أنا شفته تقريباً سهل، أسهل من الدجاج، لأن اللحم من نطرقه عم بنسوي الشريحة هيك رفيعة يكون أسهل من الدجاج. الحساء كان حساء الفطر العادي، هي المفروض انه انا اسوي نوع من الصوصات اللي قال عليها الشيف عرفان، بس هناك مؤهلت وجيت سويت شوربه الفطر، فصار عندي شويه ربكه بالموضوع، صار عندي خلل يعني. حسيت انه صحيح الطبق انه انا اشتغلت حلو، البوبيت كلش زين كلش بيرفكت، بس عندي نقوصات فيه. ستيفن زين، شنو هاي البحيره مال الجبن؟ ما اعرف، هذا راح يطلع عندنا كله بالسلق. بجبن الجزر، ما قلت لك الجزر وما عندنا ولا معدنوس. ليك احنا لو نلف بنص اللحم راح ايه. انا مشتغل البوبيت من قبل، فاشتغلت اول شيء على كان عندي بوبيت لحم. اول شيء حضرت اللحم ودقيته زين، حشيته وخليته بالماء حتى يستوي. انتظرت يعني تقريبا 20 دقيقه 25 دقيقه. وراها اشتغلت الحساء، هو عباره عن صوص الفطر والجزر. ورا الحساء اشتغلت صوص مع البوبيت. الله الله، ايش راح يسوي؟ ايش بنتي؟ دقتها وين الياف؟ ويا الياف، ودقتها بالاملس.
اليوم كان عندنا طبق بوبيت، بوبيت لحم. أخذت قطعة لحم ودقيتها طبعاً على طريقة الشيف عرفان، دقيتها وبعدين تبلتها بالثوم والفلفل الأسود والملح، وحشيتها بالجزر وجبن الموزاريلا، جبن الشيدر، ولفيتها بالكيس اللايلون وبعدين بالسليفون، وخليتها بالمي المغلي. بهذا الأثناء أنا حضرت حساء الكريمة بالفطار، جهزت الرو، وبعدين العفو أول مرة حمست البصل، بعدين الرو، بعدين خليت مي مرق الدجاج، وخليت الكريمة، وآخر شيء الفطار حمسته واحد وخليته على الحساء. قلت لك مصطفى، مصطفى شنو هاي راح اسوي بيه بيوريه؟ هو النايلون راح يذبه بالمي. هذا حشا نايلون. طلع لي بوبيت دجاج، اشتغلتها على الطرق الاصليه 100%، لكن نسيت احشي جبن وقدمته بدون صوص. والحساء اختاريت الحساء البروكلي لان كان وقت مفاجئ انه تبلغت من اكو حساء، فسويت الحساء البروكلي الوحيد اللي اجى ببالي، كان يعوزه استواء يعني يسبك بعد حتى ينطي الطعم مع الكريمه، لكن ما سبك. عافيه بنيتي، عافيه بنيتي. لا تقول هناك فلفل غلط. وش شربت خضرات؟ وش شربت خضرات يسطا؟ ما شافت مالتي، شافت هذا الشغل مال العالمي هيك. هذا الشغل العالمي هيك يشتغله ابو شهد. والله؟ اي والله. قبل طاوه. قبل طاوه هذا الشغل العالمي. انا اشتغله قبل طاوه. اليوم طلع لي بوبيت دجاج وسويت السلطة بطاطا وجزر. بلشت أدق الدجاج. أول شيء قصيته ودقيته بين ما الشفات يعني زملائي يكملون من المطبخ. بلشت أدق بالدجاج، بعدين من خلصوا رحت جبت الخضار اللي راح أحشيها جوا البوبيت، خليتها بالطاوة وحمستها وراح حشيتها و خليت شلون عودان حتى تلزم نفسها، وراها خليتها بالطاوة حتى شوية تتماسك ما تفرط بالزبد والطاوة اللي بها خطوط عمود تاخذ شكل. وراها نقلتها وخليت فوقها ديمي جلاس وطحين ويا الخضار اللي زادت مع الحشوة وفوقها مي. وين يخف الفلفل؟ قلبي بس جزر عليه. ولا هو الجزر مو دائما زين. هذا ما يمشي. لا مو دائما زين. لحد الان مشتغل صح بس ما اسلق الجزر. مصطفى؟ مصطفى بس كنت تكمل للاخير. احمد قرعة طلعت. طلع لي بوبيت دجاج مع حساء. جبت صدر الدجاج دقيته، خليت التوابل مالته، حشيته جزر ومعدنوس وجبن، لفيته ولبيته بالسلق،
واختارت حساء الافطار بس ما حالفني الحظ بي لانه الوقت يعني ما لحقت عليه. مشاهدي قناة يو تي في، مثل ما تعرفون أول شخصين كانوا مرحلة الأمان هم نور ومريم، لكن اليوم أسماء وزينب مرحلة الأمان وبقية المشتركين هم في مرحلة الخطر. طبق اليوم هو بوبيت دجاج وبوبيت لحم، خلي نشوف منو منهم راح يكون متميز. لكن بالبداية خلوني أسأل شعور زينب وأسماء، شنو هو شعورهم وهم دي يتفرجون على زملائهم وهم دي يطبخون؟ أكيد قمتوا تشوفون نفسكم يعني، صح لو لا؟ شوية تأخروا من أخذوا الأغراض. نعم، وهو يحتاج لكثير وقت، يعني وقت خاصة بالسلق يعني يحتاج له وقت، فبس من هاي خايفة أنه يعني لا الوقت ما يكفيهم. شو تتمني لهم زين؟ يا رب الموت توفيق لهم جميعا. شكرا جزيلا. زينب، شنو هو شعورك وانتي قاعدة على ميز لجنة الحكم وتتفرجين على زملائك وده يطبقون؟ حلو، بس خايفة يعني بنفس الوقت خايفة عليهم لأنه اختبار صعب صراحة. صعب أكيد. قمتي تحسين حسب شعورهم أو شعورك من جداً وقلبي دي وجعني يعني. أنا قالوا مريح القاعدة؟ لا أبداً مو مريحة، ما أنصح حد يجي حصانة أبداً. خليني أحبين عليكم القلق أنتم أمين. كلش تمام. شكراً جزيلاً. اليوم الاختبار مالتنا كان طبق البوبيت مع حساء. البوبيت أنا بالقرعة طلعت لي لحم. اللحم اشتغلناه عبارة عن قطع لحم نقطعها نطرقها نسويها رقائق. الحشو مالتها المعتاد عليه خضروات وجزر وجبن. أنا عملت جبن ميكس بين الأبيض والشيدر الأصفر، سويت الرول بعده يسلق رما ينسلق نطلعه نشوحه بطاوة. الحساء اشتغلت حساء الفطر، حسيته يرهم هاي الأكلة كلش. 5 4 3 2 1 خلاص اتركوا اتركوا كل شيء اترك كل شيء. احمد وين ستاتشي؟ مشاهدينا خلونا نستقبل الشيفس ونشوف شنو رايهم باختبار اليوم. ابقوا ويانا. اهلا وسهلا بكم شيفس. اهلا شاهد. تفضلي اسماء. هنا اهلا وسهلا شيف سوادي. اهلا وسهلا شيف عمر. اهلا وسهلا شيف عطان. شلونكم؟ شنو الاخبار؟ الاوضاع تطمن ما تطمن؟ كنتوا بالكنترول روم اليوم؟ الحمد لله زين. كل من اشتغل بوبيت بطريقه يعني اكو عدة طرق للبوبيت، فكل واحد اشتغل بطريقه انا اعتبرهم تقريبا كلهم صح. كله صح، بس اكو اشخاص ما لحقوا انه ما لحقوا وهي بحثنا. نعم. شنو فرق البوبيت دجاج عن بوبيت لحم شيف؟ يعني نفس الشيء بس هذا الدجاج يعني نفس الحشو نفس الطريقه. إيه؟ نفسها. نعم شيف سوادي كنت. نعم. بالكنترول روم شلون شفت المتسابقين اليوم؟ اللي 7 متسابقين هم مرحله الخطر حاليا. افضل بس الوقت داهمهم. نعم. ما عرفوا شلون يستغلون الوقت، ما عرفوا بشنو يبدون. نعم. وهاي كانت من ضمن محاضراتنا نعطيها، تبدي دائما بالشيء اللي يتاخر هو. ان شاء الله نلقي احسن. شكرا جزيلا شيف سوادي. شيف عرفان، ايش قد تقيمهم اليوم؟ ايش قد تعطيهم من 10؟ ما اعرف، خايف عليهم والله، خايف عليهم. خير ان شاء الله، نقول خير ان شاء الله. اذا مشاهدينا الاعزاء راح اترك المصنع الى مثلث الابداع والمتنافسين وخلينا نشوف نتيجه اختبار اليوم. هذا الحساء. حساء شنو؟ افطر بالكريمة؟ اي
جزر ومعدنوس وفلفل. ايه وجبن تشيدر. جبن تشيدر. اهلا مريم. هلا. هذا الصوص لو سمحت. الصوص مات. اشتغلت بالبدايه صحيح، انت ليش قصيتي؟ بالنص؟ ليش قصيتي؟ الجدر عندي فاير وكان الاصغر. وين الصوص؟ وين الصوص؟ تاخرت. تاخرتي؟ بسبب الحساء طبعا صار تاخير. ما صار تاخير. لا بالهاني تاخرت. الوقت كله زين شو. تفضل شباب. مريم الصوص مال بوبيت وين؟ ها؟ تأخرت. ماشي اتفقنا. ايش قلنا؟ قلنا ان البوبيت له صوص. ليش ما مسويته؟ هذا حساء؟ هاي الفيروتيل متفقين عليها؟ لا خطأت بها من نسيت أحط الطحين. رأيهم كان زين أنا شفته صراحة كطريقة عمل كل الزينة، بس النقوصات فقط إنه هي صوص فقط، بس إنه شفت إنه رياكشنهم من لما ضاقوا البوبيت كان شوي يعني رياكشن لطيف نقول إحنا عجبهم. وتعلمت فشي لازم بالجايات انه اضبطه، انه لازم اقدم الشيء كامل، لازم اعرف وقتي ايش قد، بس اضبط وقتي هذا الشيء. وكانت تجربه كلش حلوه لان تقريبا انا مو هواي اسوي بوبيت، فاليوم كان بشكل مميز انه ردت اقدمه بشكل يختلف عن المعتاد، فشي يعني هيك صغيروني ولطيف وهذه. المفروض بالجايات انه اضبط الوقت على مود اطي طبق كامل. هذا الشيء اللي تعلمته انه وقتي اهم شيء يعني الوقت. شلونك يا نور؟ زينه. شنو هذا الحساء؟ شوربه حساء شو؟ شوربه. شوربه شنو؟ بطاطا وجزر. بطاطا وجزر. شفتك انخبصتي. ايه. ليش؟ ردت اسوي بروكلي وما لقيته ف يعني انت المفروض مقرره شو تسوي؟ ايه. صح؟ المفروض ان تقولين يعني ما تقولين ردت وردت، المفروض الشيف يطب للمطبخ هو مخطط يسوي. اليوم لازم شيف محمد نداريه بالشوربه لان مريض. ما تضجين مني. زين انت ضوج الشوربه وانا احنا قرب عمرك من قرب عمر بنتي حتم علي اقسى عليك عم بطلع افضل ما عندك. اوكي. حركتي يدك اليوم؟ عادي. بالله؟ اشوفه؟ عادي مو هواية بس شويه. هاي احنا هذا خطا بس انا شو نقول هذا ضريبه التعليم، بعدين راح تعرفين شلون توزعين ادارتك للعمل. فهمتيني؟ فهمتيني؟
الشوربه شنو؟ جزر وبطاطا. شنو؟ مالح. ملوحه شويه. شيف عرفان قال لي شويه مالحه، بس انا ما حسيت هيك لان اصلا ما خليت هوايه ملح، خليت بس بالحشوه وشويه. والباقيين ما انطوني رده فعل. ما راح الزم الجدر وهو حار لان انحرق اصبعي. تعلمت انه اركز اكثر، وانا لزمت على بالي من السرعه وعبالي كانت اكو جهه بارده وجهه حاره. من لزمت شفته بارد فلزمت الثانيه، كنت لابسه جلوفز فالجلوفز لزقت بايدي. ستيفن ماكو حساء اكثر من الطبق الرئيسي. اقول بحيره عطار. مستعجل. يعني شنو كيف اجى الشتاء؟ لا كيف اجى الشتاء تحبون تسوون شيء؟ ما شاء الله شوف حمام مريضه هالقدر. تذكر من سحبنا الدجاج شلون انبهرنا؟ شلون؟ شلون انبهرت كذا؟ هيج؟ ليش بهرت هيج؟ يعني مكان واحد تدبير. لا بهرت كله. كنترول موجود. تفضل شيف. حطيت جزر وياك؟ انك متمرس. ها؟ حطيت جزر وياك. انا من وجهه نظري افضل بدايه عند كل كانت عندك، بس بعدين وقت صار عندك. وزع جهدك ابني، وزع جهدك. شلون حكينا احنا بالمحاضرات انه نخلي خطه ونتابع نكتشف الاخطاء نعالج الاخطاء نتخذ اجراء، مو صحيح كان ادارتنا؟ صحيح. خضروات وفطر وجزر. فطر وجزر وبصل. ما السبب انه اثنين الشيفات اخذوا كلينكس خليت جبن قالب وخليت جبن مبروش. هواية جبن صار عندك مو صح؟ صح. اقول لك افضل بدايه كانت يمك، بس انت من تجي تنطي هيك اول شيء حاول دائما وزع جهدك على مود يبقى لك جهد ويبقى لك الضغط النفسي اللي يصير عليك تقدر توزعه لحد نهايه الطبخه. انا حتى الدكت مالتك كان كل الصح، الخطوات صح، طعمهم صح، بس الطبق غلط، بس اختيار الطبق غلط. بس عجلت اي شيء. لا تقدر تعدل. مينوش مينوش. ها؟ مينوش الفوق. برافو صح ستيفن. عاشت ايدك. من اول شيء اشتغلته انا يعني اعرف انه راح احصل درجه زينه، لما اشتغلها قبل. تعلمت النظام والترتيب، يعني ابدي بشغله اذا يراد لها وقت اول شغله اسويها هي هاي، وراها ابدي بشغلات البسيطه ارتب النظام مالتي. عليكم. عليكم السلام. اهلا شيف. قواعد عف. حساء فطر؟ حساء فطر وبوبيت لحم. حساء. حساء. مو كريم. اخي خلنا نشتغل. ما رايك يهمني شيف؟ اي ما يخالف بس دخلك يعني هو. لا طعم جيد ان شاء الله بس الحرفية.
تسلم ايدك. شوفني السمك مال بابيت. تفضل تفضل شيف. شلونك حيدر؟ اهلا شيف حمد. وين الصوص مال بوبيت؟ هي جت من حقك صراحة. الوقت غلبني لأن المشكلة هذه الطبق بحرفية وأنت عارف ظلي سويت قطعتين مو قطعة واحدة فداهمني الوقت ما لحقت يعني صراحة. يوم سألتوني وقلتوا لي كم قطعة قلت لكم براحتكم واحدة اثنين ما يضر. بأصعب المراحل تبدون تثقلون الموضوع على نفسكم، بأصعب المراحل اللي أنت بحاجة للوقت تبدي تخلي نفسك تلود وما تلحق. فعلا حرام حرام وصلت مرحلة حلوة أنت. عاود مريض كافي شبيك ما تقول لي مريض هيك. بس شيف انا كلش فرحان مو ضاعت مالتي ما ادري وين راح انه تطرق اللحم عندي متساهل ما تتصلح حرفيا احس بيها نفس ما شرحت لنا بالمحاضره بس بقى الطعم انت تحدد. انا اخذت تيست من يمه صراحه بس ما وزعت وقتك. قلتها الاداره وضع خطه مراقبه فعلا. اكتشاف اخطاء معالجه الاخطاء اتخاذ اجراء تقسيم الوقت شويه صار عندي بخطا. رأي الحكام من الذوقه جيد جدا لأن الحشوة كنت مهتم بها لكن تعمل رول فقط مجرد ألف اللحمة وأشوحها. الرول يعني داخليا لازم يكون كمية خضار مع جزر والجزر يكون مسلوق. أنا شفت أغلب الزملاء اللي عندي خلوا الجزر الجزر قوي لازم تسلقه يعني يصير طري شوية ويتدخل بالحشوة وينضاف جبن بحيث من تقطع الرول أكو جبن يسيح. فكان آرائهم جيد جدا بالنسبة له. أحنا. أنا شيف. ليش تأخرت؟ الطباخ شغلته كله. هاي النار كانت ناصية هاي أخرتني. عين من العيون ناصية كانت عندي شوية. زين. بس بس. هاي شنو؟ شوربة فطر. بس طريقة عمل. كاستر. سوى حلويات وحلويات طالب. شنو هاي؟ كاستر. شوربة بس صار عندي غلط بيها. محل ابي زين شو راح اسوي تيست ناوشني مبروش جوز هند. يلا يا ابو مش ما نسيت المهم بسكت مكسر ترايبل درجه اولى. هلا انت ما نسيته ليش؟ خلاص الوقت تبكيت فصبيته. اللفه صحيحه طعم طيب. السوتيه شو تسوي بي ما حط طلبه منك. هنا أنا يراد لجلي هاي الخطأ نوش يباس مي ملحقت على هون حتى أنا كهتك كنت نافقه يا أخي. سوري سباعية لا تخافين. هذا الصوص شنو أحمد؟ كريمة شيف وبارمنزان حلو و حلو بصل حمست البصل خليت عليه الكريمة رجعت البارمنزان. مكونات كريمة بارمجان بصل طيب بس دول أشيلهم. تسليط الضوء هنا يكون جهدك ما يتقسم على ثلاثة يتقسم على اثنين. قالوا لي طريقتك صح باللف بالدق الطعم طيب الصوص طيب بس الحساء كانت عندي مشكلة به الوقت ما قسمته صح. لازم أرتب وقتي لأنه
هو من قال خلاص الوقت أنا صبيت الحساء وما كان جاهز بعد. ها؟ شنو هاي اليوم منسقة؟ إيه طبعاً تعلمت. تعلمتي؟ طبعاً. حساء شنو مسوية؟ إيه شوربة الفطار بالكريمة. شنو؟ الفطار بالكريمة. فطار بالكريمة؟ كريمة بالفطار. كريمة تفطر. وجبن البارميزان يا. ها؟ وجبن البارميزان. سويتي رو؟ شلون؟ سويتي رو؟ على الكريمة. لا. بدون رو. لا لا بدون رو. أي خليت العفو طحين صح. ما خليت. شو قليل؟ سويتي رو لو ما سويتي؟ أي سويت. خلاص. ما أنا شفت سويتي رو. بعدين. ليش تظلمين درجتك؟ واللي سوى فيولتي او سوى رو راح افضله على اي واحد اليوم. اي سويت الرو بعدين. يعني هذا حسسني انه من درست صلصات ام اجى يقدر يوظفها داخل طبق. اهلا أدري أعرف بدون ما تقول. أول مرة أشتغل. إيه 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 شوف شوف. صدمت بالوقت. هسه فهمك. هالصوص مالته صح؟ أي صح. شنو هو؟ كريمة وبصل وجبن بارميزان. كريمة وشنو؟ بصل وجبن بارميزان. بدي أحكيه ليش خايفة صح؟ زين كان رأيهم بس أكيد انطوني ملاحظات لأن أنا أول مرة أشتغله أول مرة بحياتي بما اشتغلته واليوم هو طلع لي بالقرعة بوبيت اللحم يعني انطوني بعض الملاحظات بس يعني كان رأيهم زين الحمد لله انه عجبهم. مصطفى يا مصطفى هذا حساء المفروض المفروض مفروض والمطلوب اثباته المطلوب اثباته انه ما لحقت الكريمة بعد ما غلت يعني هي البروكلي والجزر يعني ما سكبت زين هاي القشوة من وراء مع الكريمة. مصطفى المفروض يغلي لا لا هاي هي مال الكريمه شيف ايه؟ الطبقه مال شنو المكونات هذا بروكلي بروكلي وشويه وجزر والكريمه فلفل اسود وملح فمسبك زين بس هذا الصوص مالته وين ما اعرف ما اول مره اشتغل يعني ما اعرف انه اصلا شلون يصير يعني مو درس لكم يا شيف عرفان درستهم انت لو نعم عيني درستهم على هذا الموضوع لو لا كيف شرحت لهم بس هو يقول انه أنا ما مشتغل بيه قبل مو احنا باحث صرف لانه تحولنا من خبرة لا حرفة هنا يحتاج للصنعة بعد بس دا اشوف اكو جبن واكو معدنوس وجزر وين الجبن لا لا ماكو جبن ماكو جزر ومعدنوس وحبش دجاج من وانا بعده شلونك مستعجل جوا صاير اللون خفيف لحم مدخن بس كطريقة حلوة هاي مفروض بروكلي ما سبكت ما راح تنطي نكهة شلون ما راح تنطي طعم يعني ما راضي عليني أيام ما سبكت الوقت كان قصير خال جبن ليش؟ مكون اساسي المفروض البوبيت اول ما افتح تسيح الجبن مستحيل واحد بيكم سلق الجزر شفتهم؟ انا سلقت الجزر انت سلقته؟ صح ما مشتغله قبل بس جبت الروله صح اذا يعني انت قادر انه تسوي بوبيت نقصك الجبن انت كان عندك قلت لي انه انا ما مشتغله اوكي بس انت جبته صح
يعني انت اني اذا تقول لي انه عقلي يقدر يستوعب اي شغله حرفيه تقول لي اياها صح. زين ليش ما خليت جبن؟ مو صحيح. اذا اقول لك الاذر احتمال تضحك يعني اصلا اني يعني مخربط يعني وضعي بس انت الاصعب المرحله الاصعب ابويا انت انه انت لفيت اللي قدرت لفيت ولفيت صح ما كنت مركز زين اصلا يعني انا طعمه طيب بطني او كذا مريض والله عشان تفدنا طعمه طيب مريض تنساه اليوم بالمسابقه هاي مريض تعوفه كل شيء تعوفه هو يعني هو هذا مو عذر يعني انا قدر اقدر على الحركه عفوا انا مو قصدي عذر انا لك حبيبي مو صح صح تمام طعم طيب بدون لكن بدون جبن وبدون صوص والحساء ما انا ما رضيت عنه نهائيا قدمته وانا ما راضي عنه ابدا إذن مشاهدينا حان الآن إعلان نتائج اختبار اليوم لسبع مشتركين اللي هم في مرحلة الخطر خلنا نشوف شنو كان تقييم مثلث الإبداع لاختبار اليوم رح نسمع من الكنترول ورح نعلن عن النتائج سماح وستيف تفضلوا إلى وسط المصنع ستيف ده تحاول هواية وعدة مرات محاولاتك ما اجتي بالصورة الصحيحة لكن هالمرة أخذت أعلى درجة مبروك سماح يا سماح سماح إلك فرصة ثانية إنه تكملين بمصنع مشروع شيف مريم تفضلوا إلى وسط المصنع مريم بعد ما كنت من المتميزين ببرنامج مشروع شيف ولكن مستواك جدا هبط لازم تديرين بالك لان مثلث الابداع انطوك فرصه ثانيه انه تبقين حيدر بدها تحاول هوايه بعض المرات محاولاتك جدا صحيحة وبعض المرات تخطأ قرروا مثلث الإبداع ينطوك فرصة أخرى مبروك أحمد ومصطفى تفضلوا إلى وسط المصنع أحمد مثلث الإبداع أبداً ما كانوا راضين عليك دا تحاول ودا تجتهد لكن نتائجك دائماً نحو الأسوأ أحمد أحمد إلك فرصة أخرى مبروك نور ومصطفى آخر مشتركين
تفضلون إلى وسط المصنع. مصطفى، مصطفى حاولت ودا تحاول. ولكن بعض الأحيان محاولاتك كانت جيدة ومرات محاولاتك كانت لا. صح لو لا يا مصطفى؟ صح. مصطفى، مثلث الإبداع قرروا أنه ترجع جامعتك وتكمل دراستك. مبروك نور. مصطفى شكرا لكم، شكرا على حسن الضيافه، شكرا على كل شيء قدمتوه لنا من كادر تصوير، من كادر عمل، من شيفاتنا المبدعين. واعذرونا من القصور. شكرا لك مصطفى على كل شيء. كل شيء عندي والحمد لله. شدوا 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 حيلكم، شدوا حيلكم ابطال. هو نقدر نسميه يعني العثرة بنصحة، ممكن هاي أول عثرة إلي تكون مجال الطبخ، وإن شاء الله آخر عثرة. شعرت يعني أكيد يعني الحزن نوعين، يعني نوع إنه راح أفارق اللي وياي واللي أصدقائي أكيد كلهم، وأكيد إنه لين ما راح أتوج باللغة. الوالد والوالدة يعني هما شيء أكيد، إنه أول شيء إنه الله يحفظهم إلي أكيد، يعني هم الداعمين الأساسيين إلي، وإن شاء الله هم أعوضهم بالأحسن وأحسن، يعني شيء أخليهم يفتخرون بي وين ما يروحون إن شاء الله. رسالة من عندي الشهد، مهما طال الزمان والمدة اللي راح تجي، بس أكيد راح تشوفين أخوك صاحب شيف مصطفى صاحب مطعم في الموصل. الكل سلم أوراقه ونزل الأقلام. ماكو حروف تكتب بعد انتهاء الوقت اللي خان بعض المتسابقين في عدم إنهاء أطباق البوبت. الكل سوى العليل، والمبدع كان ستيفن بأعلى تقييم وأفضل طبق. أما الباقين تفاوتت أداءاتهم بين الجيد جداً والمتوسط والسيء. لكن الأسوأ كان مصطفى اللي ما سعفته خبرته ولا إعداده للطبق، فحصل على أقل تقييم. ومع الأسف غادرنا لهاي الحلقة. حظ أوفر صديقنا مصطفى، والحظ حليف الكل في قادم الأيام. نشوفكم بحلقة جديدة. حتى الملتقى، لكم منا كل الحب والتقدير. في أمان الله.